الشيعة، كلمة مش جديدة على ودنا وسمعناها قبل كده كتير، وتقريبا معظم الناس مجرد ما بتسمع كلمة شيعة دماغهم بتروح لدولة معينة بالتحديد. لكن السؤال هنا، مين هم الشيعة وظهروا امتى؟ وهل هم توجه سياسي ولا مذهب ديني؟ قصتهم ايه وبدأوا امتى بالتحديد؟ وايه المراحل اللي عدوا عليها؟ كل الحاجات دي واكتر هنعرفها في حلقة النهاردة من البداية مع احمد المصطفى، خليكم معنا. طبعا لما تقلب في كتب الشيعة هتلاقي خرافات على ودنه ما تعدش، انت تحريف في القرآن والتاريخ بيقولوا كلام غريب انت نفسك ما تعرفش جابوه منين. يعني في كتاب الإرشاد للعكبري، وده من كبار العلماء بتوع الشيعة، بيقول ان كانت خلافة علي بن ابي طالب 30 عاما، يعني سيدنا علي كانت خلافته 30 سنة، مع ان سيدنا علي اصلا خلافته كانت كلها 5 سنين و6 شهور. اللهم ازاي 30 سنة يا عم الحاج؟ قال لك كان ممنوعا من الخلافة 24 سنة، يعني قعد 24 سنة ممنوع من الخلافة مستخدما التقية. كان بيعرف انت التقية بتاعت الشيعة اللي هو بيخاف من سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان، فكان الراجل يعني انت فاهم بيتقي شر الناس دي، وبعد كده لما تمكن من الخلافة كان بيحارب المنافقين. كلام معرفش بيجيبه منين. وطبعا احد روايات الشيعة المشهورة جدا واللي اتكلم عنها ابن الجوزي في كتابه الموضوعات، قالوا الشيعة ان في يوم غابت الشمس وخلاص يعني الدنيا ليلت، وسيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه كان نسي يصلي العصر، فدعا ربنا انه يرجع له الشمس تاني، فسبحان الله ربنا رجع الشمس تاني، فسيدنا علي صلى العصر والدنيا مشيت وبقت زي الفل الحمد لله. ومن ضمن الروايات برضو التانية اللي بيقولوها ان في يوم من الايام ستنا فاطمة حست ان هي هتموت، يعني انت فاهم، فدخلت اغتسلت ولبست الكفن وقالت للخدمة بتاعتها النبي لما يجي سيدنا علي بن ابي طالب بقول له بس ادفن انا كفنت نفسي وجاهزة، فسيدنا علي جه ودفنها. اي هبل اساسا، يعني مهما الانسان استحمى، لو الواحد استحمى 30 مرة اساسا حدث الموت في حد ذاته هو حدث يستدعي الغسل. يعني انتوا اساسا بطريقه غير مباشره انتوا بتقللوا من علم سيدنا علي، يعني سيدنا علي ما يعرفش ان حدث الموت في حد ذاته محتاج غسل، فراح دافن ستنا فاطمه كده باللي هي كانت لابساه واللي هو خلاص اللي هي غسلت نفسها قبل ما تموت. اي هبل بيتقال. لو مش بس كده مؤمن، ده الكليني بيقولك ان عدد ايات المصحف 17,000 آية، مع ان المصحف بتاع ربنا اللي احنا بنقراه اياته كلها 6,236 آية. مصحف جديد عندهم انت فاهم، نيو فيرجن، يعني جايبينه 17,000 آية معرفش جابوه منين. لا، والموضوع ما وصلش ان هم بس شككوا في القرآن بتاعنا وقالوا ان لا عندهم ايات اكتر وقرآن اكبر من بتاعنا 3 مرات. لا حضرتك، ده حرفوا في ايات القرآن نفسها. يعني مثلا سورة البيان اللي في المصحف بتاعنا اللي ربنا نزله بتبدأ السورة وتقول بسم الله الرحمن الرحيم، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. لا، عند الشيعة بقى بيقولك أنا لما بصيت في المصحف فلقيت مكتوب لم يكن الذين كفروا من، ولقيت 70 اسم. حضرتك في 70 اسم بعد الكلمتين دول، من ضمنهم مثلا لم يكن الذين كفروا من أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب، وانت في كل الناس دي كفر بالنسبة لهم، فأساميهم كانت مكتوبة. لا ومش بس كده، في القرآن ربنا بيقول ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لا عند الشيعة حضرتك، ومن يطع الله ورسوله في حق علي وولايته وولاية الأئمة من بعده فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر يا سيدي. لا ومش بس كده، يعني لما ربنا قال في القرآن وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثل، لا حضرتك عند الشيعة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا في حق علي، بيألفوا قرآن انت فاهم، حرف زي ما انت عايز. شيعة
لا ومش بس الموضوع وقف على تحريف القرآن نفسه، لا حضرتك التفسير كمان، يعني كل واحد بقى بيفسر على كيفه. يعني في سورة الرحمن ربنا قال مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. طبعا التفسير ده معروف جدا، اللي هم البحرين يعني في بحر وفي نهر مية عذبة ومية ملحة وبيختلطوا ببعض، لكن مفيش أي اختلاط بيتم بينهم، المية دي بتخبط في دي، دي بترجع ملحة زي ما هي ودي عذبة زي ما هي وما بيجوش على بعض تماما. لا بالنسبة للشيعة حضرتك التفسير كان مختلف تماما، يعني مرج البحرين يلتقيان، حضرتك البحرين دول هو سيدنا علي وستنا فاطمة، بينهما برزخ لا يبغيان، البرزخ ده اللي هو التقوى حضرتك، ولا يبغيان ما بيجوش على بعض، اللي هو بيظلمها ولا هي بتظلمه. وبعدين يجي يقول لك بقى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يطلع بقى من سيدنا علي وستنا فاطمة اللؤلؤ اللي هو الحسن والمرجان اللي هو الحسين. أحلى تفسير، تفسير الإمام البحبحاني، أي كلام بيتقال. شيعة يابا شيعة. بالإضافة بقى للي قلنا ده كله، حضرتك الشيعة ما بيعترفوش بالأئمة الأربعة تماما، ما عندهمش حاجة اسمها الإمام مالك وابن حنبل وابو حنيفة والإمام الشافعي، عندهم الناس دي مش موجودة أصلا أساسا، الناس بتسب الصحابة وبتشتم فيها، فأنت متخيل إن هم يعترفوا يعني بالأئمة الأربعة؟ أكيد لا طبعا، يعني حتى الكتب التسعة صحيح البخاري ومسلم وابو داود والنسائي والترمذي، الكتب دي بالنسبة لهم أي كلام. لا يابا بقول لك القرآن عندهم 17,000 آية، فيعني هياخد بصحيح البخاري إذا كان القرآن نفسه اللي ربنا قال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، هم نفسهم بيقول لك لا القرآن 17,000 وثلاث أضعاف اللي معاكم، فناس يعني القرآن نفسه حرفت فيه. مستغرب يعني إن هم يقول لك الكتب التسعة بتاعت الصحاح والأئمة الأربعة مش معترفين بها. لا عادي يا برنس كبر دماغك، شيعة يابا شيعة. طبعا بقى بالنسبة للفقه عند الشيعة، فالفقه بتاعهم يعني قول الله مختلف تماما عن فقه الإسلام، يعني هم عندهم شوية حاجات كده انت فاهم بتبقى ميكس لذيذ كده بيعملوه مع بعض، انت فاهم بيبقى الآية الله عندهم، انت فاهم هم عندهمش شيخ ولا أمام، هم عندهم آية الله، لأن الرجل ده معصوم من الخطأ تماما مبدئيا يعني، وما بيغلطش وبيتكلم بلسان ربنا، وبالنسبة لهم ان الوحي ما تقطعش على فكرة، الوحي شغال لأن آية الله بيجي له وحي انت فاهم، فما بيغلطش الرجل ده. فالفقهاء عندهم بقى كل واحد انت فاهم يقعد كده يألف له فتوى ويطلع يتكلم فيها. يعني بالنسبة للصلاة بتاعت الشيعة، مبدئيا الشيعة عندهم بيقولك ان لا يجوز السجود على اي شيء ما هوش ارض او نبات، وان افضل السجود عندهم على التربة الحسينية، اللي هي بقى فاهم انت بيجيبوا حتة من التربة الحسينية كده، حتة شقفة او حجر كده من التربة ويسجدوا عليه، ده افضل سجود انك تسجد عليه. واللي يعني سافر بلاد فيها شيعة او راح السعودية للحج كان حيشوف الكلام ده بعينيه. تاني حاجة بقى بالنسبة للوضوء عندهم، هم الوضوء عندهم مش لازم حضرتك انك تغسل رجليك وانت بتتوضى، انت فاهم بصبعينك كده وامسح على رجليك والدنيا بيس يا برنس. طبعا الوضوء ده باطل لان ربنا في القرآن امرنا ان احنا نغسل رجلينا واحنا بنتوضى، لكن بالنسبة للشيعة القرآن بتاعهم ابو 17,000 آية يمكن فيه الكلام ده بصراحة. يعني بالنسبة برضو حضرتك للفتاوى الجميلة بتاعت الشيعة، ان لو الست قصت شعرها فعليها كفارة قتل خطأ، يعني كل واحدة النهاردة بتفكر تقص شعرها انت عليك كفارة قتل خطأ، فاما تصومي شهرين متتابعين وممكن تدفعي الدية للحلاق او للكوافير. بالنسبة للفتاوى برضو اللذيذة عند الشيعة، بيقولك ان لو الراجل اغتصب واحدة اصبحت مراته، يعني يا شباب كل واحد بيحب واحدة وقالها رافضين اغتصبها وهتبقى مراتك، خلاص يا نجم شرعي خلاص بقت مراتك، ولا بقى تروح لبوها وتتحايل عليه انت اغتصبها وش هات من الاخر بقت مراتك، وروح لبوها لو اغتصبت بنتك بقت مراتي، اي هبل بيتقال. برضو بالنسبة للفتاوى الجهنمية بتاعتهم، ان لو واحد زنى بواحدة متجوزة وجوزها ده طلقها ما ينفعش اللي زنى بيها يتجوزها، حرام يا عم الحاج، يعني هو يزني لكن يصلح غلطه بعد ما تتطلق مثلا ويتجوزها لا، مع ان في الاسلام في قاعدة ثابتة ان الحرام ما بيحرمش حلال، يعني ما ينفعش حاجة حرام تحرم حاجة حلال، لكن الشيعة كل حاجة متاحة والدنيا جميلة والفتاوى بتاعتنا يعني انت فاهم. لا ومن ضمن الحاجات بقى المثيرة للاستفهام عند الشيعة جواز المتعة،
عندهم جواز المتعة حلال حلال حلال. يعني حضرتك دلوقتي ماشي في الشارع شفت مزة عجبتك تخش عليها كده يا برنس وتقول لها ايه الكلام، بقولك هديكي $1000 و5-6 فساتين ونتجوز شهر عشان خاطر انت فاهمة الدنيا تبقى في الحلال، تقول لك قشطة يا برنس انا موافقة، خلاص يا بوب حلال اتجوز وعيش معاها شهر متع حالك والدنيا خلاص، ومجرد ما الشهر يخلص بقت طالق عايز بعد الشهر تدفع تاني، انت فاهم جواز بقى متعة والحياة جميلة وسلك نفسك برضو اديني يسر. يعني خد بقى دي عندك حضرتك عند الشيعة، ان الطلاق لا يجوز الا بحضور شاهدين. يعني لو انت هتطلق مراتك انت فاهم تروح تجيب 2 شهود توقفهم خدوا بالكم انا هطلق اهو هطلق اهو وربنا هطلق، وتروح مطلق قدام الاتنين شهود. لكن لو طلقت من غير 2 شهود فالطلاق ما حصلش يا برنس، وبون ابيتي وهاف ا نايس تايم والحياة حلوة. يعني ممكن تطلق مراتك 3-4 آلاف مرة في اليوم والدنيا جميلة طالما مفيش شهود، وعيش في الزنا بقى معلم. شيعة يا بشيعة الدنيا حلوة يعني.